لاباس اختي الله يبارك فيك. خويا عندي مشكل ديال الراجل ديالي، كان عنده ضعف جنسي يا اختي. كان عرض على راسه على الطبيب مدة عام. ولا مابقاش عنده نفس المشكل، ولا عنده طرعات القلب. داكشي ولا هادشي، ولا هادشي واش السبب ديال الدواء اللي كان كياخد على ضعف الجين، ولا عنده تاني مشكل طرعات القلب؟ لا خذ راحتك. واش سميره بقى متبع عند الطبيب من بعد؟ واش كملتوا هذه المتابعه؟ العلاج؟ لا ما بقاش متبع. وعلاش وقفتوا ما بقيتوش متبعين؟ هو اللي ما بغاش. دغيا من الدواء ومن سميتو. نعم. دغيا. واخا عندكم وليدات؟ لا اختي مازال ما عندكمش وليدات. شحال هذه الوقت انتم مزوجين؟ عام. عام واخا. وشنو سؤالك للدكتور عماد؟ سرعة القلب. نعم. واخا نسولك شحال في العمر ديال الزوج ديالك؟ 33 عام. 33 عام واخا. وطبيعة العمل ديالو، عنده شي عمل كيتوتر فيه بزاف، كيخدم نعم كيتعصب بزاف؟ كيتعصب ومن غير العمل عنده بزاف الحوايج اللي كيتعصب فيهم. نعم نعم. فهمتي. انا في الاول شنو قلت؟ قلت ان بعض الحالات كيكون شنو كيكون، ولكن في الغالب راه 60% ديال الحالات كيكون مشكل نفسي. اذا التوتر العصبي حتى هو كيعطي هذا المشكل هذا. لان يعني الدماغ الا ما كانش مرتاح، الدماغ الا ما كانش هاني، فاي حاجه اخرى في الداس ديالنا، ماشي غير الحياه الجنسيه ديالنا، الحياه الطبيعيه ديالنا كلها، اي حاجه دايره بينا، اي حاجه في الحياه ما كتبقاش مقاده وكتخربق. اذا الوصفه ديال الضعف الجنسي غنعطيها في الاخر، ولكن الحاله الخاصه ديال الزوج ديالك، وكذلك راه انا على يقين ان بزاف ديال الازواج كيعانيوا من هذا المشكل هذا، هو التوتر المفرط. اذا باش نحاولوا نريحوهم، باش نحاولوا نقصوا عليهم، وباش نحاولوا كذلك نقصوا من هذه الحده وهذا المشكل ديال سرعه القذف اللي بزاف كيعاني منها، غادي ناخذوا اللويزه، غادي ناخذوا البابونج، غادي ناخذوا مرد الدوش. اذا اللويزه 5 ديال الوريقات، البابونج معلقه صغيره، مرد الدوش 2 معالق صغار. هاد الخليط كامل كنخويو عليه كاس كبير ديال الماء مغلي، كنخليوه حتى كيطلق على خاطرو مده ديال 10 ديال الدقائق، وكنشربوه من الليل لليل، وكنبقاو مداومين عليه. زائد الوصفه السينغالي اللي غنعطي في الاخر ديال البرنامج، ان شاء الله الامور غتولي بخير. غادي ناخذوها عزيزه معنا من مكناس. السلام عليكم عزيزه، تهلا فراسك سميره، ونتمنوا لكم الخير والسعاده انت والزوج ديالك يا رب العالمين، والله يرزقكم شي ذريه صالحه. معنا عزيزه من مكناس. السلام عليكم. الو. السلام عليكم. صباح النور. سلام اختي، راني متوتره شي شويه، ما عرفتش شنو غادي. المهم سؤالي للدكتور عماد عفاكي. نعم. مرحبا. واش يعني الرغبه كتقل غير عند الرجل ولا حتى المراه؟ لان انا غير نهضر. نعم عندك. نعم. انا اللي ما كنلقاش عندي فهمتي عندي رغبه في العلاقه وهذاك الشيء، ما عرفتش هذا. نعم. نعم نسولك اختي، نسولك انا فهمت السؤال، فهمت السؤال ديالك. قول لي كتوتري، عندك توتر عصبي كبير؟ كنتعصب، كنتوتر. كتوتري. نعم. كتعالجي على شي مرض؟ كتاخذي بعض الادويه؟ ما كناخذ حتى شي حاجه كاع. لا طبيعي ولا طبيب ولا حتى شي حاجه. ما فدابا من قبل شويه شنو قلت؟ قلت الانسان ملي كيتعصب، فهذه ندخلوها لراسنا باش نفهموها. العلاقه او الحياه الزوجيه والحياه الجنسيه متعلقه بالدماغ، دخلوا هذه لراسكم، متعلقه بالدماغ بالعقل. وهذا الشيء باش الله سبحانه وتعالى ديما كيذكر لنا العقل، وديما ملي كيهضر كيهضر على العقل، لان العقل هو باش فرقنا الله سبحانه وتعالى على جميع المخلوقات ديالو. اذا الدماغ الا ما كانش مرتاح والا ما كانش مهني، راه كل شيء كيطلع لنا عليه الدم، حتى حاجه ما كتبقى تحلى بهذه العباره هذه. اذا المشكل
هو مشكل نفسي. إذن أي واحد ولا أي أخت عندها هذا المشكل تشوف بعد الأمور النفسية ديالها حتى يرتاح الدماغ وترتاح النفسية ديالها عاد ندوزوا الأمور أخرى. إذن أنا شنو كنصحك؟ كنصحك أنك تاخذي الوصفة اللي عطيت ديال التهدئة ديال الأعصاب اللي قلت فيها لويزا خمسة ديال الوريقات، البابونج معلقة صغيرة، ومرد الدوج جوج معلقة صغار، غتخوي عليهم كاس كبير ديال الماء مغلي وتشربيه من الليل الليل وتداومي عليه، وان شاء الله غادي تعطيك نتيجه باذن الله. وهذه الوصفه طبعا ضد التوتر العصبي مهمه كثير. الظاهر انه عندنا اسئله اخرى تلقيناها من مستمعات واحد اخرين في نفس الاتجاه، انه كاين نوع من البرود الجنسي عند هاد السيدات واللي كيسولوك عليه دكتور عماد، شنو الحل؟ شنو هي الوصفه الطبيعيه اللي ممكن تنصح بها هاد السيدات للمساعده؟ لانه تنعرفوا على انه الصحه كيف حددتها ايضا المنظمة الدولية للصحة، هي كتحدد في ربعة ديال النقط، أنه الصحة هي الصحة البدنية، الصحة النفسية، الصحة العقلية، والصحة الجنسية. وأكيد أنه الأزواج لما عندهمش واحد الاعتدال وواحد التوازن في العلاقة وفي الحياة الجنسية ديالهم، أكيد أنه هذا غادي ينعكس بشكل مباشر على الحياة الأسرية، على النظام البيت، على العلاقات ما بيناتهم. فهذاك الشيء علاش ربما هذا الموضوع كيشكل واحد الخطورة، وهذاك الشيء علاش كاين واحد الإقبال اللي هو كيكبر في العشوائية وكيصعب على الناس يتكلموا عليه في الوضوح. نعم. في وضوح الشمس. أوكي. وبشكل اللي هو علمي وطبي مضبوط ودقيق. شنو هي الوصفة اللي ممكن تنصح بها السيدات في هذه الحالة هذه؟ أكيد، فالوصفة اللي الضعف الجنسي عند السيدات عند الأخوات، غادي ناخذ فيها الورد المطحون، ناخذ فيها السلمية، وغناخذ الزعفران الحر. إذا الورد المطحون كناخذ منه معلقة كبيرة، السلمية كناخذ جوج معلق كبار، الزعفران الحر أربعة ديال الشعيرات ديال الزعفران الحر. هاد المكونات كاملة كنحطوها في واحد الكاسرونة، كنخويو عليها جوج يطرو ديال الماء مغلي، وكنخليوه حتى كيطلق واحد الساعة. من بعد كنصفيه في واحد القرعه وكنديروه في الثلاجه، وكتولي اختي كتاخذي منه كاس صغير نص ساعه بعد الفطور يوميا، وكتداومي عليه مده ديال 3 شهور. وهكا هذا كيكون موازي للهرمونات، مساعد على الهرمونات اللي كترفع من الرغبه، وان شاء الله في الشهر شهر ونص الاولانيين غادي تبان النتيجه باذن الله. احنا غادي نواصلوا معكم دائما مباشرة على راديو أصوات من بعد الفاصل. بوصفة الدكتور عماد الثانية في موضوع لليوم تكلمنا عليه معكم بصراحة، وكنتمناو أن الفائدة تكون وصلت فيه دكتور عماد. نعم، فعلى بركة الله الوصفة غادي ناخذ فيها الكركدي، سكينجبير طري، وهنا غتلاحظوا معايا غنعطيكم الكمية اللي خصها تستعمل والطريقة، أهم حاجة في هاد الأمور. ناخذ كيوية، زريعة ديال خيزو، زريعة الجزر، زريعة ديال الحريقة الحرشة. إذا نعاود بالمقادير، الكركدي جوج معالق كبار، سكينجبير طري مقطع دواور، غناخذو سبعة ديال الدواور فقط، يعني سبعة ديال الدوارات ما نزيدوش عليها. كيوية وحدة اللي كنقشروها، الزريعة ديال خيزو معلقة كبيرة، ومعلقة كبيرة من الزريعة ديال الحريقة الحرشة. هادشي كامل كنديروه في واحد الإناء، وكنخويو عليهم يطرو ديال الماء مغلي، نخليو يطلق واحد النهار حتى ليومين، وكنصفيو هذاك الماء، وكنوليو كناخدو كاس صغير نص ساعة بعد الفطور، وكنداوموا عليه مدة من 3 شهور حتى 6 شهور. شهر ونص الأولى شهرين الأولى كتولي كتبان النتيجة إن شاء الله. ومسألة أخرى، الضعف الجنسي
ما كاينش ماده اللي كتعالجوا بسرعه. الا عطاكم شي واحد شي حاجه كتعالج بسرعه وفي ذاك الوقت كتعطي المفعول، فعرفوا بان تنصب عليكم وعرفوا بان راه داروا لكم فانده ديال هاد التقويه الجنسيه. فردوا البال هاد الامور. العلاج ديال الضعف الجنسي كيخصو وقت، كما قلت شهر ونص شهرين غتبان النتيجه، والله يشافي الجميع. امين يا رب العالمين. وموضوع اللي كيخلينا مره اخرى نسطروا على اهميه الحوار والاهميه ديال الشفافيه وديال الثقه في العلاقه الزوجيه ما بين المراه والرجل، لانه مؤسسه، لانكم كتبنيوا علاقه اللي في كل الديانات والله سبحانه وتعالى يعني قدرها ورفعها، فخاص يكون هذا الاحترام وخاص يكون هذا الحب وتكون هذا الموده. داكشي علاش المراه والراجل خصهم يهضروا في كل شيء. ويكون كتعجبني واحد الصوره انه كيفاش كنشبهوها، المراه تكون لباس للزوج ديالها والزوج يكون لباس للمراه ديالو الزوجه ديالو. فهذه معنيتها القرب، معنيتها الموده، معنيتها الحب، الحنان، وكل هذه العبارات اللي فعلا كتقوي العلاقه وكتعطي واحد الموده وكتعطي واحد الثقه لأي إنسان محتاج لها باش يحس بنفسه في أمان ويحس بنفسه أنه استقر وأنه مستعد يواجه كل الصعوبات في الحياة اليومية دياله.